يلا بسم الله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في أولى حلقات هذا البرنامج على طريق الحوار. هذا البرنامج مشاهدين الكرام يسلط الضوء على مستجدات الحوار الذي يؤدي إلى الحوار الوطني الذي يخرج باليمن بإذن الله تعالى إلى بر الأمان. نتناول فيه مفردات مختلفة من معاني الحوار، القضية الجنوبية، قضية صعدة، الانتخابات، موضوع الدستور، قضايا الشباب، وما يخدم موضوع الحوار. الهدف من هذا البرنامج الذي سنكون معكم فيه طوال الأسبوع عدا الخميس والجمعة حقيقة، يعني توعية الشعب بشكل عام بموضوع الحوار، أهمية الحوار، القضايا التي هي مطروحة على طاولة الحوار حقيقة. والمطلوب من هذا كله أن الشعب أيضا يكون واعي لقضية الحوار ومساند وداعم لها من أجل أن يخرج البلد إلى بر الأمان. مشاهدين الكرام، الحوار لفظ جميل لمعنى أكثر جمالا، وحين تلتقي الأطراف على طريق الحوار تبدأ المرحلة أو مرحلة تبدأ مرحلة جديدة الشكل والمضمون، تتجه كل مكوناتها باتجاه بناء الوطن. على طريق الحوار يبدو المستقبل المنشود قريبا ما دامت أطراف الحوار تسير على ذات الطريق وتنشد ذات الهدف. طريق الحوار أقصر الطرق وأيسرها إلى المستقبل الذي ننشده، غير أن ذلك لا يعني اليسر والسهولة على إطلاقه. فالحوار ليس حلا سحريا لمشاكلنا وأزماتنا، بل هو بوابة امتلاك الرؤية السليمة لمعالجة المشاكل والأزمات. ولن نمتلك أفضل من خيار الحوار لمعالجة مشاكلنا أو لضبط اختلافاتنا، هكذا يقول التاريخ، وهكذا أيضا يقول حاضرنا اليوم ونحن نقترب من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. على طريق الحوار، عن الحوار ومتطلباته، وتحت مسمى وعنوان عوامل نجاح الحوار، موضوع حلقتنا لهذه الليلة من برنامج على طريق الحوار. نستضيف في أولى حلقات هذا البرنامج الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، والأستاذ عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب أيضا. مرحبا بكم. كما أيضا أرحب برمزي العمري وهشام المعلمي، الشباب الذين سيشاركون أيضا هذا الحوار، حياكم الله. أبدأ مع الأستاذ شوقي. أستاذ شوقي، الحوار كلمة جميلة، الاستحقاق اليوم متجه الكل نحو الحوار، الطاولة وضعت، هل ترى أن الحوار اليوم ضرورة لابد منها؟ وما هو الحوار المقصود؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية شكرا جزيلا أخي، وأنا سعيد جدا أن يكون زميلي النائب الحر صوت الثورة و صوت الحق في مجلس النواب الأستاذ عبد العزيز جباري، وكذلك الشابين الرائعين من شباب الثورة، هو عصر الشباب. ولهذا شكرا جزيلا أخي. موضوع الحوار أولا ينبغي أن نؤصل له في بعدة نقاط. النقطة الأمر الأول، الحوار غاب من حياتنا حقب كثيرة طويلة، مع أننا أمة كثقافة يعني أسس لها دينها منطق الحوار في إشارات كثيرة أن الله يحاور إبليس ويحاور أنبياءه، وأن الأنبياء يحاورون أتباعهم، والأدلة كثيرة. هذه الأمة التي دينها يؤسس علاقاتها على الحوار ويقيمها على الحوار، للأسف غاب الحوار تماما من حياتها حقب طويلة. حل محل الحوار منطق عنجهية القوة وفهلوة الكلفة كما يقال. خذ على سبيل المثال الحوار على مستوى في الجانب الاجتماعي، على مستوى الأسرة غائب. الحوار بين الزوج وزوجته يعد ضعفا مجتمعيا إذا ما حاور الزوج زوجته فيعتبروه ضعف. الحوار بين الأب وأبنائه غائب. الحوار بين الشركاء، الحوار في التعليم. إحدى الباحثات أجرت بحثا عن حرية التعبير. طبعا الحوار يقوم لبه جوهره هو حرية التعبير، ولهذا يوم أن حوربت حرية التعبير حوربت دينيا والدين براء، وحوربت عادات وتقاليد والعادات العاقلة الناضجة بريئة، وحوربت عرفا أن
ولهذا عندما حوربت حرية التعبير ضاع الحوار، لأنه لا يمكن مطلقا أن يقوم حوار بين الأطراف إلا إذا منح الناس حرية التعبير. باحثة أجرت بحثا على مدارسنا، وجدت أن 80% من مدرسي التعبير، انظر التعبير في اللغة العربية، مادة هي التعبير، هي التعبير، ما هي التعبير اللغة، ما هي مادة التعبير؟ هي مادة التعبير مادة حرية رأي وحوار. 80% من مدرسات ومدرسي التعبير يمنعون طلابهم وطالباتهم من حرية إبداء الرأي والتعبير. إذا كان هذا مادة التعبير، ما ظنك بمادة الإسلامية؟ لأنه الحلال والحرام هنا على طول جاهز، والتجريم في حرية الرأي والتعبير جاهز، بمعنى فقدنا الحوار كثقافة. إذن باختصار، النقطة الأولى أنه أهلا وسهلا بالحوار الذي غاب من حياتنا على مستوى الأحزاب وعلى مستوى السياسات. الحوار غائب، يعني السلطان، الرئيس، الأمير، الملك يغيب الآخرين لأنه لا يمكن أن يحاور مطلقا. الأحزاب نفسها لم تربي أفرادها على الحوار. على سبيل المثال، أحيانا بعض الأحزاب تستضيف قيادات في أطورها التنظيمية، فبدلا من أن يأتي المسؤول الذي الدرجة الأعلى إلى التنظيم الأدنى تنظيميا، بدلا من أن يأتي يحاورهم ويسمع رأيهم في القضايا، يأتي إما يعظهم أو يأتي يوجههم فقط. ولهذا كأنك يا أبا، يعني يا أبو زيد كما يقال، ما غزي. إذا الحوار كثقافة غائب من حياتنا. اليوم نحن نؤسس ونؤصل لاسترداد هذه الثقافة الغائبة. الأمر الثاني، وهذه ضرورية مهمة، نعم، الأمر الثاني، الحوار منطق صار اليوم فريضة، لأنه لا يمكن مطلقا اليوم لأي مكون من المكونات، كائنا من كان هذا المكون، أن يحكم اليمن أو أن ينفرد بقرارها. ولهذا لابد اليوم من أن نؤسس ونؤصل الحوار الذي يشارك فيه الجميع. جميل أستاذ عبد العزيز، يعني الحوار ثقافة، الحوار أصبح ضرورة، ما هو توصيف هذا الحوار الذي ننشده اليوم؟ شكرا جزيلا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية السؤال، هل هناك ضرورة للحوار؟ بالتأكيد هناك ضرورة للحوار، حتما هناك ضرورة للحوار، والحوار هو الطريقة المثلى لحل مشاكل أي مجتمع في أي بلد في العالم. والحوار هو أسلوب راقي تتعامل بها البشر من أجل حل كثير من المشاكل. نحن لدينا في هذا البلد كثير وكثير من المشاكل، هناك مشاكل كبيرة وكثيرة ولا يمكن حلها إلا عبر الحوار، ومعقدة طبعا. هناك خرج الناس يعني في الحراك في المحافظات الجنوبية منذ سنوات عديدة من أجل المطالبة بحقوق معترف بها وحقوق مشروعة. هناك خرجت الملايين البشر في عموم اليمن من أجل التغيير إلى الأفضل. هناك حروب جرت في صعدة لفترات يعني متفاوتة، يعني أكثر من 5-6 حروب في صعدة، لا ندري ما هي أسبابها وما هي مشاكلها ولماذا يعني كانت مثل هذه الحروب. هناك فساد متوغل في كل مناحي الحياة، هناك فوضى، هناك إرهاب، هناك مشاكل كثيرة جدا، هناك عدم تطبيق سيادة القانون، هناك نهب الأموال العامة والخاصة. حل كل هذه المشاكل لا يتأتى إلا عن طريق الحوار، والحوار فقط، والحوار البناء والحوار الصادق، للحوار من أجل الحوار. الحوار الذي نبتغي في المستقبل هو الحوار الناتج عن الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول لمشاكل هذا البلد وتنفيذ هذا الحوار، حتى لو كان يعني مثلا مخرجات هذا الحوار تؤلم الكثير من القوى وتؤلم الكثير من الناس. جميل. يعني قد ربما يعني بعض الناس سيتضرر حتما، لابد من إرجاع الحقوق لأصحابها. يعني لو كل واحد يتمسك بمصلحته لا يمكن أن يكون هناك، لا هناك يعني الحوار سينتج عن الحوار هذا مخرجة حوار. لابد أن يخرجوا الناس، يعني أن تتقارب وجهات النظر. طب بالتأكيد من أجل ولابد ما تنفذ هذه المخرجات وهذه المطالب على أرض الواقع. ولابد الذي عندهم حقوق للناس شخصية أو حقوق للدولة أو أراضي منهوبة أو أموال منهوبة، لابد أن تدفع ولابد أن تسترد. لا يمكن حوار الذي يعتقد أنه حوار من أجل أن نجلس على طاولة الحوار ونتناقش، وحوار مثل الحوار السابق، أنا أعتقد أن ما جرى من حوار في الماضي ليس حوارا ولا يحل مشاكل. سنأتي إلى يعني حلقتنا بعنوان عوامل نجاح الحوار،
كان هذا تمهيد منكما لموضوع الحوار. احنا سنتناول موضوع الحوار او عوامل نجاح الحوار من عدة محاور: العوامل القبلية للحوار التي تساعد في انجاحه، والعوامل التي تساعد على انجاح الحوار اثناء الحوار، والعوامل التي تساعد على انجاح الحوار بعد الحوار. سنتناول ايضا اذا اسعفنا الوقت العوامل الداخلية لانجاح الحوار والعوامل الخارجية لانجاح الحوار. كان هذا تمهيد طيب منكما. لو اعود الى الاستاذ شوقي في نقطة العوامل او عوامل انجاح الحوار القبلية، هل هناك عوامل لابد من توفرها قبل البدء بالحوار حتى استطيع ان اقول ان هذا الحوار يسير نحو النجاح؟ من خلال يعني شيء من التفكير يبدو ان انني ارى ان هناك ثلاثة عوامل قبلية في موضوع الحوار الوطني اليمني. إذا ما توفرت هذه الثلاثة العوامل أعتقد أنه يسير بالاتجاه الصحيح. العامل الأول هو عامل استعادة الثقة. عمل النظام السابق يا أخي على الرقص على رؤوس الثعابين وزعزع الثقة، وعلى منطق فرق تسد، وعلى تفكيك القبائل وتفكيك الأحزاب وتفريخها والمنظمات إلى غير ذلك. أصبح كل واحد يتشكك من الآخر، خلاص، ولهذا الثقة انعدمت. أيضا هناك أخطاء ارتكبتها بعض المكونات ضد بعضها. هذا الخطأ ينبغي اليوم أن يعترف به وأن تمتلك هذه المكونات الشجاعة، لأن النظام السابق عمل على أن يقوي طائفة على طائفة، فئة على فئة، مكون على مكون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أي يستضعف طائفة فيقوي طائفة، ولهذا الكل سياسة لعب به. كل المكونات الأحزاب السياسية لعب بها. اليوم ينبغي أن تمتلك الشجاعة في أن تسهم في استرداد الثقة التي هي أسهمت مع النظام السابق في زعزعتها. في موضوع استرداد الثقة أيضا الاعتراف بالآخر. يا أخي كان كلما قوي تيار أو قوي حزب أو همش الآخرين وضيعهم وغيبهم، اليوم لابد من الاعتراف بالآخر. ولهذا اليمن وصلت إلى مفترق طرق، اكتشفنا كلنا بلا استثناء أن هناك مكونات مهمة، بينما كان الواحد يتصور قبلها أنه ما على الأرض إلا هو، هو وما المهم على اليمن إلا هو. إذا واحد، استعادة الثقة والاعتراف بالآخر. اثنين، تسوية الملعب. لابد في أي رياضة، وأنا رياضي، لا يمكن مطلقا أن تقيم لعبة يعني يتجاذب بها الأطراف، تتجاذب بها كما يقال الحوار والكرة إلى غير ذلك، إلا إذا سوي الملعب. تسوية الملعب تستدعي ما يلي أربع نقاط مهمة. واحد، هيكلة الجيش. لا يمكن مطلقا أن يكون هناك حوار والجيش منقسم، لا يمكن أن يقوم هناك حوار والجيش تمتلكه أطراف متنازعة. لا يمكن أن يكون هناك حوار لأن الأصابع على الزناد. إذا لم ولهذا عندما يهتز شوية طاولة الحوار تهتز، يمسك الكل بأطراف الزناد. الجيش ينبغي أن يكون اليوم حامي للحوار، وبالتالي لا يمكن إلا أن يهيكل الجيش. العامل الثاني أو المتطلب الثاني، التخلي عن السلاح. ولهذا على الناس، إحنا لا نقول الآن سلموا السلاح للدولة، نقول نطمئن الجميع، ضعوا السلاح في بيوتكم حتى يتحاور الناس بعيدا عن السلاح. المتطلب الثالث، الإنصاف واسترداد الحقوق. وهنا أشير إلى ما أشار إليه أخي وزميلي في أن الإخوة في الجنوب اليوم ينبغي أن تعاد الحقوق ونحن نتهيأ للحوار. لا يمكن أن يكون هناك حوار وبيت علي سالم البيض منهوبة، لا يمكن أن يكون هناك حوار وبيت العطاس منهوبة، لا يمكن أن يكون هناك مهما كان أيا كان الطرف الآخر. انتصار 94 جعل الفوض وجعل النهب مشروعا، وبالتالي ينبغي اليوم أن تعاد الحقوق التي نهبت بعد 94 إلى أصحابها. أنا مطلع على قضايا يا أخي، ولهذا لا نزايد على موضوع الجنوب ولا الحراك ولا الجنوبيين ولا الوحدة. ينبغي أن نبدأ بهذه حتى يعني تسوى الملاعب. هي ليست القضية الجوهرية بقدر ما هي تمهد وترتب النفوس هي جوهرية. لا نستهين. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ولو عودا من أراك هي حقوق، لكن ليست جوهر القضية. أنا عندي كلها جوهرية، ما لا تفكفكها. إذا فكفكتها ضاعت يا أخي. هو من هناك من يفكفكها يا أستاذ. بلاك واحد في مكينة السيارة يوقفها. بلاك يعني البلاك هذا الفضة لو ما ضبطت صح.
إذن هذه الإيقاعات كلها ينبغي أن تضبط. إذن المطلب الثاني الثالث الإنصاف واسترداد الحقوق. المطلب الرابع إزالة العوائق. ولهذا إذا بقي على عبد الله صالح يحيك الفتن ويشجع على قطع الطريق وعلى تفجير الأنابيب هذا يعوق الحوار، ولهذا لابد من إزالة جميع العوائق، ومنها واحد إزالة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سموه ما شئتم أنا أسميه رئيس سابق، ولهذا يزال عن اللعبة السياسية لأنه متضرر أصلا من أي تطور للنظام السياسي القادم. ونحن في العلم الجنائي في القانون يقولون عند أي جريمة ابحث عن المستفيد. المستفيدون اليوم من زعزعة الأمن والاستقرار وفشل الحوار هو النظام السابق ومتنفذوه برئاسة علي عبد الله صالح، ولهذا لابد من إزالة هذه العوائق. النقطة الثالثة أنهيها وهي ترتيب وتنظيم أجندة الحوار التي سندخل بها الحوار. فينبغي أن تكون الأجندة، أنا عندي الأجندة الآن نشرتها الأخت الكريمة الأستاذة أمل الباشا مشكورة على موقعها في الفيسبوك، جميل، لكن في قضايا لما تدخلها في الحوار؟ على سبيل المثال موضوع القاتل، تدخل لي موضوع القاتل في الحوار الوطني ليش؟ يعني تدخل لي زواج السن الآمن للزواج، مع أنه أنا ناشط في موضوع السن الآمن للزواج وسأعمل طول عمري على أن يحدد سن آمن لزواج الصغيرات منعا يعني للبطش بحقوق الطفلات الصغيرات وتأسيسا لأسر سليمة، لكن لا أرى أن يدخل في، لماذا؟ لأن هناك قضايا رئيسة ينبغي أن تدخل في الحوار، وهناك القضايا الأخرى تنظمها مؤسسات الدولة القادمة. إذن هذه ثلاث وضحت هذه الثلاث الأجندة وأيضا الثلاث النقاط. أستاذ عبد العزيز استمعت أيضا إلى توصيف الأستاذ شوقي لهذه النقاط القبلية التي يجب أن تسبق الحوار من أجل الحوار ناجح، هل تتفق مع كل ما قال أو لديك ملاحظات وما الذي يمكن أن تضيفه؟ شكرا جزيلا. أنا أتفق أتفق مع بعض ما طرحه الأستاذ شوقي، هو شخص يعني نحترم رأيه كثيرا، وأختلف في جزئية معي. أنا أتفق في ما طرحه حول أولا قبل ما تطلب الحوار من أي شخص أن يدخل الحوار، أول سلم بيته، لا يمكن لأي شخص يقبل بالحوار وبيته منهوب. هذا يعني مسألة جوهرية. تعتقد يعني هل تعتقد أن أي شخص يعني عنده رغبة يدخل الحوار وبيته لدى جهة أخرى أو شخص آخر؟ فأنا أعتقد أن هناك قيادات جنوبية على رأسهم علي الأخ الأستاذ علي سالم البيض بيته منهوب، المهندس حيدر العطاس وقد ربما بيته، في كثير من القيادات بيوتهم لدى بعض الشخصيات المتنفذة والذي أدخلت البلد في هذا المشاكل. أولا يجب قبل الكلام هذا إعادة المنازل قبل الأراضي. طيب القضية هذا مجرد منازل لا، هذا حقوق الناس. عمم حقوق الناس بحيث أنه تعطي ضمأنة للناس، بحيث أنه تعطي ضمأنة للناس أنه هناك رغبة لحل كثير من المشاكل. إحنا كثير ما نقول أنه مع الناس حقوق لديهم مطالب مشروعة، لكن لا نسلم هذا المطالب المشروعة ولا نعمل على حلها. من المسؤول عن تسمية؟ أيضا الموضوع الآخر، الموضوع الآخر من الذي مطالب منه اليوم أنه يسلم كل الناس يزيل كل الناس المظالم عن أبعاد الجهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. جميل. من المفترض أنه يصدر قرارات بيرجع هذه الحقوق الذي لديهم هذه الأماء يعني هذه المنازل وهذه العقارات، من المفترض أن يخجلوا قليلا ويتركوا حق الناس، لأنهم يتكلموا عن الدولة المدنية وعن الحقوق وعن الحقوق المتساوية والمضانة المتساوية وهم نائبين حق الناس. من المفترض أولا قبل كل شيء أن يطبقوا هذا الكلام في سلوكهم في أعمالهم. أيضا الأحزاب والتنظيمة السياسية، وأخص يعني على وجه التحديد اللجان المشترك اللي دور رئيسي يعني في الثورة وكان له دور إيجابي كبير جدا، ولا بد أن يستمر هذا الدور بحيث أنه تحقق مثل هذا الكلام الذي كنا الأباني الذي كنا نتغنى بها تحقق على أرض الواقع. نعم. أما موضوع علي عبد الله صالح فأنا أتمنى أنه لا نظل مثل ما كان يعمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح كل قضية ينسبها للحكم الإمامي، أنه بعد 50 سنة نظل نتذكر أنه الحكم القانوني وكذا، وكل يعني نحاول نتنصل من مسؤوليتنا في الوقت الحاضر. يعني عبد الله صالح لا زال له دور، لكن انا قبل الهيكله لو سمحت لي قبل الهيكله علي عبد الله صالح في ظل هذا الظرف قبل الهيكله لا يعيق الحوار نجاح الحوار قبل الهيكله اولا يجب توحيد القرار العسكري لدى يعني الجهه الشرعيه والدستوريه الذي هو رئيس الجمهوريه عبد الرب منصور هادي، الرئيس الشرعي والدستوري المنتخب من قبل الناس. لا تقول لي يذهب فلان او علان، كل الآلة العسكرية والقوة العسكرية عندما يتوحد القرار لدى شخص معين يبقى من بقي ويذهب من ذهب.
يعني عبد الله صالح في نهاية المطاف هو شخص، لكن لأنه يملك من الوسائل يعني من الـ من الـ من الوسائل العسكرية والجنود والكذا قادر أن يؤثر، لكن عندما تتوحد هذه القوى لدى القيادة الشرعية وهذه القوى وهذه القيادة تقوم بواجبها الدستوري والوطني في يعني فرض النظام والقانون على الناس جميعا سينتهي أي شخص. بقاؤه على رأس المؤتمر الشعبي العام هل هذا يؤثر أيضا؟ أنا أعتقد أنه أنا كشخص أنا أعتقد أنه من المفيد لعلي عبد الله صالح ومن المفيد للمؤتمر الشعبي العام أن يغادر المؤتمر الشعبي العام، لكن لا أستطيع أن أفرض عليه أن يغادر المؤتمر الشعبي العام، ولا أستطيع أن أفرض على أعضاء المؤتمر الشعبي العام أن يدخلوا على. هل بقاؤه يؤثر على هذا الحوار؟ كانهم. على الحوار. أنا أعتقد يا سيدي الكريم. أستاذ عبد العزيز، أقصد يعني بقاء علي عبد الله صالح على رأس المؤتمر الشعبي العام اللي هو أيضا طرف في من أطراف الحوار، هل يؤثر على نجاح الحوار؟ وهذا موضوعنا وهذا هو الأهم. إذا تعامل الرئيس السابق بشكل إيجابي في المرحلة القادمة فأنا أعتقد أن بقائه على رأس يعني رأس القيادة الهرمية للمؤتمر الشعبي العام مفيد جدا. إذا تعامل بشكل إيجابي، لأنه إذا ذهب علي عبد الله صالح من رئاسة المؤتمر ستظهر لنا عدة قيادة في المؤتمر الشعبي العام، لكن ما هو الأهم هو كيف سيتصرف الرئيس، يعني هل سيختم حياته السياسية بخير؟ هل سيتعامل الجميع؟ هل سننسى المشاكل والأحقاد الشخصية ونعمل من أجل اليمن، من أجل المستقبل، من أجل أن البلد هذا لا يعني لا يذهب إلى المجهول، لأن المؤشرات خطيرة جدا، وكثير من يعني من الحيثيات والمؤشرات تنبئ يعني بأشياء قد ربما لا نرغبها، وبالتالي علينا أن نلملم جراحنا، وعلينا أن ننسى بعض الجراحات، وعلينا أن لا نستعدي بعض الأشخاص إنه هذا فعل كذا وهذا فعل كذا، ونبدأ جميعا بالعمل من أجل خصوصا أننا أمام حوار يجب أن تعزز الثقة ويسود التسامح حتى ينجح. ويجب على يعني مثلا رئيس الجمهورية بما أنه هو الرئيس الشرعي والرئيس الدستوري أن يملك كل الأوراق العسكرية والسياسية بيده، لا أن يبقى رئيس يعني منزوع الصلاحيات أو مكبل. وتوحيدا لا أعتقد أنه يعني باستطاعة الأخر الرئيس يعني أن يصدر قرارات يعني جريئة. نعم. وننتهي من هذه القضايا ومن هذه المشاكل. نعم، اسمح لي أخذ رأي الشباب سريعا، أبدأ معك رمزي حول ما ذكره الأستاذين الفاضلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، فموضوع الحوار فهو من الضروريات التي في هذه المرحلة أن يتم، لكن بخصوص لك تعليق على أي من كلام الضيفين؟ بخصوص ذلك بقاء علي عبد الله صالح على في اليمن، هذا لا يعد أنه نجاح للحوار حقيقة. كيف لشخص أن يبقى في اليمن ويرى اليمن فهي الآن تسير في منطق أو إلى مرحلة أفضل، فكيف لشخص لهذا أن يدع هؤلاء أن يتموا أو أن يخلوا القافلة تسير إلى مجد اليمن الجديد؟ هو ذكر أنه إذا حسنت نيته، اعذرني لو المقاطعة، أن تحسن نيته وكيف أن يحسن له نيته؟ أسمع رأي هشام. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا سعيد جدا بوجودي أمام عالمين كبيرين من أعلام اليمن. أولا عندي استفسار بس الأستاذ شوقي، نحن نعرف أن الشعب اليمني شعب كما قلت تغيب عنه ثقافة الحوار، نريد أنا أرى أنه علشان ترسخ ثقافة الحوار بين الشباب أو بين الناس بشكل عام في الشعب اليمني تريد وقت طويل علشان ترسخ موضوع حوار بين شخص وشخص. السؤال هذا الشيء، ألم تروا أن هذا سيأخذ وقتا طويلا ونحن بحاجة إلى حلول سريعة لإخراج البلد من ما هي عليه؟ أيضاً هذا شيء. بعد إذنك باختصار الشيء الثاني، هل هناك الأستاذ عبد العزيز ذكر أنه لكي ينجح الحوار لابد من إزالة الإرهاب والظلم إلى آخره، يعني مشاكل كثيرة كانت تعاني منها اليمن، لكن وجود علي عبد الله صالح على رأس المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر الشعبي العام هو أحد الأحزاب المشاركة في الحوار، هذا
ينفر الناس كثيرا لأنه قد أطاح برؤوس داخل ساحة التغيير. إذا تسمع يا هشام ويسمع أيضا المشاهدون إجابة الأستاذ شوقي والأستاذ عبد العزيز، لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال موضوع عوامل نجاح الحوار في برنامج على طريق الحوار. مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد على طريق الحوار الذي نستضيف فيه الأستاذ شوقي القاضي والأستاذ عبد العزيز جباري وأيضا اثنين من الشباب لنتحدث على عوامل نجاح الحوار. طيب أترك لكم أيضا مجال باختصار تجيبوا على تساؤلات الشباب وأبدأ مع الأستاذ عبد العزيز. شكرا جزيلا. الاستفسار الأول وهو بخصوص يعني ما يطرح عن قضايا العقارات والبيوت وكذا، أنا أعتقد أنه في 20 نقطة تقدم بها الحزب الاشتراكي وتبنتها لجنة الحوار. نعم. وتقدمت للأخ الرئيس، والأخ الرئيس وعد بتنفيذ بعضها، ومن ضمن هذه النقاط إعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها. كان من المفترض أن تعجل مثل هذه الأمور. الموضوع الثاني بخصوص أنه الحوار من الضرورة أن يغادر علي عبد الله صالح الحياة السياسية ويخرج خارج اليمن من أجل يعني نجاح الحوار. أنا طبعا هناك شريحة واسعة ترى هذا الحوار. أنا قد ربما أميل إلى هذا الرأي، لكن لو تلاحظ أنه في عام 94 عندما بعد حرب صيف 94 لو في واحد كان يطرح مثل هذا الطرح أنه من الضرورة أن يتحاور النظام مع علي سالم البيض لاتهمه بالخيانة، لأنه ما معقول أنك تحاور مع علي سالم البيض وهو الذي أعلن الانفصال في عام 94. مرت الأيام والآن الناس لديهم رغبة جامحة وفي ضغط إقليمي وضغط دولي من أجل أن علي سالم البيض من أجل أن يقبل بالحوار، لأنه لازال لديه أنصار ولازال لديه أعوان. وأنا أعتقد أنه الحوار هو يجري بين ناس مختلفين قد ربما بين أعداء. طيب. أما إذا كان يعني أنت بحاجة أنك تختار من الذي تتحاور أنت معه، أعتقد أنا ما صحيح. فأنا أعتقد وأعود وأكرر، إذا كان هناك مشاركة إيجابية، مشاركة صادقة من الأخ الرئيس السابق علي عبد الله صالح في إنجاح الحوار القادم، فهذا سيكون عامل إيجابي. جميل. أما إذا كان الكلام غير هذا ويعني عمل بشكل سلبي، فأنا بالتأكيد ستكون الأمور سلبية. نعم. إجابة قصيرة أستاذ شوقي. أنا أتفق مع الأستاذ عبد العزيز وأضيف فقط النقطة الأولى أن على سؤال الأستاذ. نعم هو إجمال. ينبغي أولا أن لا نستخدم فعلا الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعبع أو فزاعة نلقي عليها كل المبررات. هذا كلام. ما دور الرئيس الحالي رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ ما دور الحكومة الانتقالية المطلوب منهما الاتفاقية؟ أين الدور الآن بأيديهم المشروعية والشرعية؟ لكن أقول لأخي الكريم الأستاذ عبد العزيز، نعم، أن الرئيس السابق لم يترك الرئاسة أصلا رغبة ولا بإرادته، تركها بثورة شعبية شبابية سلمية أرغمته على أن يتنحى. ولهذا سيبقى هذا الرجل عائقا أمام أي كما ذكر هذا الشاب الجميل أي تطور لليمن. لكي يثبت ما هو كان من زمان يقولها، كان يقول أنه إذا ترك اليمن إما ستتحول إلى أفغنا وإلا عرققة وإلا صوملة وإلا الإرهاب. ما هو فرخ الإرهاب وفرخ جماعات العنف والإرهاب، وكانت هذه الجماعات تتدرب في مناطق بمباركة وتمويل منه. ولهذا لا نفرط في التشاؤم ولا نفرط في التفاؤل في هذا الرجل، لكن أعطي هذا الرجل حصانة مؤقتة في جزء من القضايا من أجل مغادرة الحياة، من أجل أن يغادر العمل السياسي لأنه سيفشله وسيعيقه. هذه جزئية مهمة. أنا أضيف هنا أيضا أن من متطلبات إعادة الثقة إصدار قانون العدالة الانتقالية والتصالح الاجتماعي. مهم، لأنه الآن في جهة سبق إليها إعلام مغرض إعلام الثورة المضادة وأوهمها بأنها جزء من النظام السابق وبالتالي ستحاكم وإلى آخره. هؤلاء المنتسبون للنظام السابق الذين ما ارتكبوا جرائم معينة، هؤلاء ينبغي أن يطمئنوا على أنهم ليسوا جزء من الجرائم التي ارتكبت إلا بيشاركوا في ارتكابها. طيب أستاذ شوقي أعذرني على المقاطعة ممكن. الوقت بدأ يداهمنا ونريد أن نستكمل. بقى معنا عوامل نجاح الحوار أثناء الحوار وما بعد الحوار، لو نأخذ العاملين كذا مع بعض. ما أهم أنا مرتب هنا تقريبا نعم خمس نقاط. النقطة الأولى الجدية، ولهذا أنا أفزعني أحد القيادات السياسية المنتمية لغير المشترك أن يقول أن الحوار مخرجاته غير ملزمة. من قال لك غير ملزمة؟ ملزمة ونص،
ولهذا الجدية في دخول الحوار. اثنين الالتزام. من الذي يلزم؟ ها؟ بنتائج. لا سنأتي إلى عوامل الإلزام. فيما بعد أجندتهم. نعم. جميل. النقطة الثالثة مهمة وهي البدء بالقضايا الممكن. أولاً ترتيب الأجندة مهم كما ذكرت في النقطة الأولى. الدخول في القضايا الشائكة سياسياً التي تعيق انطلاق النظام القائم. أما الدخول في قضايا تفصيلية هي من مهام السلطة التشريعية ومن مهام السلطة التنفيذية. على سبيل المثال الثأر. ما علاقة الثأر بالحوار الوطني؟ القانون. الثأر يحله القانون وتحله القانون وتحله دولة عبر مؤسستيها، ثلاث مؤسسات، عبر مؤسسة تشريعية وعبر مؤسسة قضائية تقوم بمهامها لأنه جزء من أسباب الثأر اختلال القضاء، ومؤسسة أيضا تنفيذية تقوم بمطاردة الجريمة وإنصاف المظلوم. وبالتالي ما دخل بالله عليك، ما دخل الزكوات؟ يعني أنا استغربت في أن جزء الواجبات الزكوية ما علاقتها بأجندة الحوار؟ القات زواج الصغيرات، البيئة، ما علاقتها؟ إذن هذه الأجندة مهمة ترتب ترتيب. النقطة التي تليها السقف المرفوع. من الآن قد في ناس يحاصرون باشتراطات في موضوع الحوار. الذين يدخلون الحوار ينبغي أن يكون سقفهم مرفوع بل مخلوع أحيانا. السقف نفسه يكون مخلوع. لماذا؟ أنت مع السقف المرفوع؟ نعم أنا مع السقف المرفوع. يعني هناك من يدخل من يرفع سقف، من يرفع الانفصال كسقف. شوف يا أستاذ، إذا طرح هذا المحاور رأيا من الآراء وله في الواقع مؤيدون، لا تستطيع لا أنت ولا الذي خلفوك أن تمنع وقوع هذا الرأي. أنا رحم الله. لا أنا كلمتك خلفوك عن الحوار المحاورون. المحاورون. نعم. يعني باختصار السقف في البداية يكون مرفوع بل مخلوع كما ذكرت. حينئذ الواقع ومؤشرات الحوار ومطمئنات المجتمع هي التي تجعل المحاور يستحي من ذكر قضايا لا يؤمن بها المجتمع، ولهذا لا تستطيع. ما هو الآن عن إذنك أنا أسألك سؤال. عندما كان الناس يقولون يعني مراجعة موضوع الوحدة، وثيقة الوحدة، وثيقة العهد والاتفاق، كنا نراهم مجرمين وخائنين. اليوم صرت مرغما رغما عن أنفي وأنفك. لماذا؟ لأن الشارع الجنوبي اليوم بعد أن رأت يعني نسفت قضيته وأغفلتها. يا أخي عندما أعيد الموظفون خاصة من الجيش إلى بيوتهم، خليك في البيت. عندما لم تتحرك القوى الوطنية مناصرة لهؤلاء المظلومين، ولا اثنين ولا ثلاثة، بالضبط، تواردت قضاياهم وصاروا بالآلاف وفرضوا عليك أجندة معينة. ولهذا ستفرض الأجندات إذا بقي منطق الإغفال لها والمحاصرة لها تحت منطق يعني الاشتراطات الزائدة. صحيح صحيح. أستاذ عبد العزيز، يعني عوامل إنجاح الحوار أيضا أثناء الحوار وما بعد الحوار، هل هناك عوامل أخرى بالنسبة لك؟ أنا في تقديري من أهم عوامل إنجاح الحوار، وحتى لا تكون هناك مشاكل في المستقبل وربما ينتج عن أثناء الحوار، نعم، أثناء الحوار أو بعد الحوار، لابد من توحيد الجيش، مهم جدا، بل من الضرورة توحيد الجيش. لا هيكلة الجيش قد ربما نحتاج إلى سنوات، لكن من المعروف أن الجيش الآن جيش غير موحد. هناك جيش يتبع الجهة الفلانية وجيش يتبع الجهة، يعني ليس جيش يعني يتبع القيادة الشرعية الممثلة الآن في رئيس الجمهورية المنتخب. هذا الدستوري. هذا لابد أن يكون. لابد من اتخاذ قرارات جريئة في الفترة القادمة من أجل توحيد الجيش. هذا ضرورة، لأنه إحنا عندنا لنا تجارب، يعني قد ربما تجارب مريرة. بعد يعني التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في عمان، بعدها بأيام حصل الحرب. لا يعني أن الناس تحاولوا أو وقعوا معناته أن انتهت المشكلة. قد ربما في هناك جهات لا تريد حل المشكلة، قد ربما يعني في أسلوب تكتيك، لكن إذا هناك جيش وطني قوي يحمي البلد من أي مشاكل في المستقبل. ولتلاحظ أنه أيضا بعد ما تم التوقيع على اتفاق ما يسمى باتفاق الأربعة، اللي هو الأخ الرئيس الحالي عبد الرب منصور هادي، والدكتور ياسر سعيد نعمان، والأخ الدكتور عبد الكريم الإرياني، والأخ عبد الوهاب الأنسي، بعدها بأيام حصل انقلاب على هذا الاتفاق، وأعلنوا أنهم يعني سيدخلوا الانتخابات منفردين وعدلوا الدستور، وحصلت المشاكل وخرجت الناس. فمن الضرورة ومن المهم تعزيز دور القيادة الشرعية الآن في البلد، بحيث أنه يظل الجيش حامي حماية الوحدة والوطن والمؤسسات. هذا مهم جدا. أيضا تعزيز دور الحكومة وتعزيز دور السلطة في المحافظات، لأن هناك الآن هناك مشاكل في كثير من المحافظات،
وهناك من يقوم يعني بخلط بعض الأوراق وبعض المشاكل، من الضرورة أن يقصى بعض المحافظين من بعض المحافظات، ومن الضرورة أن تكون هناك قيادات بديلة، قيادات كفؤة في هذه المحافظات، بحيث أنها تحافظ على الوضع، يعني تحاول أن يتحسن الوضع الأمني، وتحاول أن يعني أن الناس ينتبهوا للمشاكل في المستقبل. جميل. فأنا أعتقد أن من هذه القضايا لو أضفنا عوامل أخرى أستاذ عبد العزيز، ولو تطرقنا إلى العوامل الداخلية التي ستساهم أيضا في إنجاح الحوار، لو أخذنا الرأي العام، إذا استطعنا أن نصنع رأي عام يضغط على كل الأطراف من أجل إنجاح الحوار، هل سيكون هذا عامل قوي؟ يا سيدي الكريم، نكون واقعيين، الرأي العام في بلدنا، نحن دولة من دول العالم الثالث، وقد ربما يعني في سلم الدول، دول العالم الثالث في أسفل السلم، لا يهتموا بالرأي العام، هي النخبة التي تتحكم. إذا اتفقوا الناس، لو تناولنا الشباب، في هناك يعني هل يستطيع الشباب أن يضغطوا من أجل إنجاح الحوار مثلا؟ الشباب، وأقولها بكل صراحة، كلهم مواطنين في أحزاب، وكلهم في إدارة أحزاب سياسية، لكن لو وصلنا إلى قناعة كلنا، أنا أعتقد، أنا متفائل بالنسبة للحوار القادم. لماذا؟ الحوار القادم يختلف عن الحوار فيما مضى. الحوار القادم في هناك أولا يعني المبادرة الخليجية والتي التنفيذية اتفقوا عليها الناس جميعا، في هناك قرار دولي ملزم للناس جميعا، في هناك رقابة إقليمية ودولية على الحوار في المستقبل، وعلى ضرورة إنجاح هذا الحوار، لأنه إذا افترضنا ولا قدر الله لم ينجح الحوار، سينعكس سلبا على الوضع في البلد بشكل عام، وينعكس الوضع الأمني على الوضع الدولي والإقليمي، وبالتالي من العوامل المهمة جدا الخارجية. خلينا في العوامل المحلية الإقليمي الداخلية، دعنا في العوامل الداخلية، مثلا القيادة السياسية هل هي عامل مهم أيضا؟ أنا شوف، لاحظ الآن القناه قناة سهيل، وهي تتبع يعني يملكها طرف من الأطراف. قناة اليمن اليوم أمس اتصلوا لي من أجل أنهم يعملوا برنامج حول الحوار، هذا مؤشر جيد أن في يعني بعض يعني الأطراف الذي يعني كانت في السابق لها رأي معين، وكان لها دور في يعني تأجيج كثير من يعني القضايا، الآن بدأوا الناس يفكروا بتفكير آخر، ففي هذه مؤشرة طيبة. يبقى على البقية الباقية أن يدركوا أنه لا سبيل لحل الحوار، حتى الطرف الأضعف الذي يعتقد أنه الطرف الأضعف هذا يعني مش قادر أنه يعمل شيء، وبالتالي يعني لا يمكن فرض حلول حتى على الطرف الأضعف. نعم. يجب أن تكون هناك حلول مرضية للجميع، بحيث أن احنا نضمن عدم المشاكل في المستقبل، وحيث أن يظل البلد يعني يعيش في ظل وضع مستقر في الحياة في المستقبل القريب والبعيد إن شاء الله. نعم أستاذ شوقي، أولا إذا كان لديك ملاحظات حول كلام الأستاذ، ثم بعد ذلك نعم دور القيادة السياسية في إنجاح الحوار كدور داخلي، دور أيضا وسائل الإعلام في إنجاح الحوار كدور داخلي، منظمات المجتمع المدني، المجتمع بشكل عام. سألت وأجبت. على كل حال أنا عندي ثلاث نقاط. النقطة الأولى فيما يتعلق بإنجاح الحوار أثناء الحوار وبعد الحوار، هو تدقيق القضايا. القضايا أحيانا متداخلة، تدقيقها تماما سيؤدي إلى نتائج. على سبيل المثال، صعدة قضية مزدوجة لا يمثلها الحوثيون منفردين فقط، يعني حتى نكون منصفين، هب أن الحوثيين يمثلوا 20% على سبيل المثال من صعدة، والعدد كبير. إذن ينبغي هنا في موضوع صعدة أن يكون الحوثيون جزء من الحوار في قضية صعدة، وأن تكون المكونات الأخرى من أبناء صعدة الذين لا علاقة لهم بالحوثيين جزء أيضا من حوارها. قضية الجنوب أيضا، نعم قضية الجنوب، الحراك جزء من الجنوب وجزء رئيسي ومهم، لكن هناك أغلبية صامتة لم تنطق بعد على هذه. الآن الجبهات والجهات والمكونات الصامتة أن تؤطر نفسها لتبدو أيضا، هذه نقطة، وهي تدقيق القضايا وتفصيلها. النقطة الثانية في موضوع الضمانات، أتفق مع أخي وحبيبي الأستاذ عبد العزيز في أن توحيد الجيش، طبعا عندما نقول الضمانات الداخلية، نعم، لأنه النقطة أهم من العامل الخارجي. نعم. توحيد الجيش أهم من العامل الخارجي. عندما أقول هيكلة الجيش، مراحل، أول مرحلة منه توحيد الجيش، وهي المرحلة العاجلة، ثم تأتي لا يبقى منقسما، نعم، وأن يعود وطنيا، أن تبعد القيادات التي لها أجندة خاصة أو عائلية أو مناطقية، وأن يتحول الجيش إلى جيش وطني يحمي الوطن كله، سيكون صمام أمان للحوار. النقطة الثانية، وهم رعاة المبادرة وفي مقدمتهم الأمم المتحدة،
الأمم المتحدة جزء من مسؤولياتها. ما دمت قد ذكرت الأمم المتحدة خلينا ننتقل لأنه باقي معنا 5 دقائق إلى العوامل الخارجية من أجل إنجاح الحوار. هل هناك عوامل أيضا ضامنة، عوامل خارجية تطمئن أيضا بأنه ربما الحوار يسير نحو النجاح؟ شوف يا أستاذ، أولا ينبغي أن نؤصل ونؤكد ونركز على العوامل الداخلية. الخارج يا أخي الحبيب ليس جمعيات خيرية. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وإيران وكل الدول ليست جمعيات خيرية، كل دولة ترعى مصالحها، وبالتالي حيثما كانت مصالح هذا المكون الخارجي سييمم وجهه تجاهها. فإن كان مع الأمن والاستقرار سيدعم الأمن والاستقرار، وإن كان مع تمزيق البلد سيمزق البلد كما مزقت دول أخرى. وبالتالي لا نعول على الخارجي إلا إذا عولنا على الأمم المتحدة كمسؤولية أدبية قانونية، كونها جمعية عامة، كونها رأس لتنظيم أولا الأمم المتحدة. ولهذا أنا أحب في هذه النقطة ونحن نبدأ في أول حلقة أن أرفع قبعة الاحترام والتقدير للأستاذ جمال بن عمر الذي نراه ونحس بأنه يشتغل شغلا لمصلحة اليمن. إذا أقول العمل الدبلوماسي، نعم لا لا ممتاز جدا، جمال بن عمر يسير بسير صحيح سيتخلد ذكراه. رعاة المبادرة، رعاة المبادرة عليهم دور اليوم، وليعلم كل راعي من رعاة المبادرة وليعلم كل مكون مكونات المجتمع الخارجي أن أي إشكالية يصنعها في اليمن من أجل دعم مصالحه إنما ستجني على مصالحه أولا ولن يغفر له الشعب اليمني. ولهذا أقول للمكونات الإقليمية التي تريد أن تلعب على الساحة اليمنية أن دماء أن كل قطرة من دماء اليمنيين إذا سالت بسببكم، بسبب صراعاتكم الإقليمية على مسرح اليمن وعلى ميدان اليمن، لن يغفرها اليمنيون مطلقا. نعول كثيرا ونعول قبل ذلك على الرئيس عبد الرب منصور هادي أن يمتلك الآن، يعني وهو يمتلك سلطة، يعني يمتلك مشروعية، أن يصدر الآن قرارات جريئة في توحيد الجيش أولا وفي إعادة الحقوق إلى أصحابها ثانيا، لنبدأ حوارا جادا بعد أن تكون هذه الأمور قد أقيمت. أستاذ عبد العزيز، الدور الخارجي التزام أدبي، نحن كنا في ثورة وخرجنا إلى تسوية، والتسوية لها متطلبات وهناك من يرعاها ربما ماديا وسياسيا وربما أيضا دعم عالمي من أجل إخراج اليمن ما هي فيه. هل ترى أنه هذا الدعم الخارجي أو الجهة الخارجية تعتبر أيضا ضمانة من ضمانات نجاح الحوار، أم ربما تدخل في سيادة البلد كما يرى البعض؟ بدون شك، شوف من حسن حظنا كيمنيين ان العالم بشكل عام لديه مصلحه في حل مشاكل اليمن وان اليمن يبقى موحد مستقر. احنا يجب علينا كيمنيين ان نستغل هذا يعني هذا الوضع الدولي، لانه العامل الاقليمي والعامل الدولي مهم جدا، مهم جدا. بالتاكيد مثل ما تفضل الاخ شوقي لديهم مصالح، القوى الدولية لديها مصالح والقوى الإقليمية لديها مصالح، لكن ارتبطت مصالحهم مع مصالحنا كيمنيين في إن البلد يخرج من هذا الوضع المازوم يعني الذي وهذا ربما يدفعنا، وهذا من المفترض أن احنا كيمنيين أن نستغل هذا الوضع. ما دام المجتمع الدولي معنا والإقليم والعالم العربي والخليج على وجه الخصوص لديهم الرغبة في مساعدتنا من أجل الخروج من هذا الوضع، فيجب علينا أن نستغل. لكن يجب علينا أن نتنبه، لن يظل الموقف الدولي والإقليمي إلى ما لا نهاية. قد يتغير قد ربما مصالحهم تتغير. نحن نعلم مثل ما حصل في الصومال، كان هناك رغبة دولية بحيث أنه يحافظوا على الصومال ككيان كدولة، لكن عندما وجدوا مشاكل تركوا الصومال وشأنه، والآن الصومال في وضع يعني صعب جدا. نحن نتمنى أن لا نظلنا كيمنيين، ويجب علينا أن نستغل هذا الفرصة التاريخية وهذه الفرصة بحيث أن المجتمع الدولي والإقليمي مهم. شوف الإقليمي الآن معنا ومؤيد يعني البقاء اليمن موحد وآمن ومستقر، نستغل هذا الوضع من أجل الخروج، ويجب علينا أن نغلب واقعا، نغلب المصلحة العليا لليمن. إذا فكرنا يعني كمصالح شخصية أو مصالح حزبية، إذا فكر المؤتمر الشعبي العام أو اللقاء المشترك من أجل كم سيحقق في المستقبل بعد الحوار أو أثناء الحوار، فأعتقد هذه كارثة. لابد أن نفكر جميعا بما سيعود كل الحوار على يعني على الوطن اليمني والشعب اليمني، بغض النظر عن المصالح الحزبية الضيقة، لأن المصالح الآنية والمصالح الفردية والمصالح الحزبية ستنتهي وسيبقى المصلحة الكبرى مصلحة اليمن. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى كأفراد وكأحزاب واستغلنا هذا الوضع،
بالتأكيد ستكون النتائج ممتازة. باختصار ما تراه من وما نسمعه هذه الأيام من أنه هناك يعني تحرك جاد لاتخاذ عقوبات ضد أي من الأطراف التي تحاول أن تعرقل الحوار، هل هذا داعم في نجاح الحوار، ربما داعم خارجي من أجل نجاح الحوار؟ لأنه البعض لا يهمه البلد، يذهب البلد إلى جحيم أم حاجة تظل الأموال باقية في الخزائن وفي البنوك؟ أنا أتمنى أن نصل إلى لا نصل إلى هذه المرحلة، أن يكبر أتمنى أن يكبر بعض، يعني مثلا بعض السياسيين قد كان في السلطة وكان لهم سواء الذي خرج والذي كان في الجنوب ولا الذي كان في الشمال ولا كان النظام السابق، كل واحد أدى دوره سلبا أو إيجابا، نترك هذا للتاريخ، لكن يجب أن نرتقي في هذا. يعني إذا يعني وصلنا إلى مرحلة ضغط وتشهير أمام العالم وحجر على بعض الأموال ونشر الغسيل القدر على الكذا، أعتقد هذا مش في مصلحتهم ولا في مصلحة. طيب اسمح لي أسمع من الشباب، تفضل يا رمزي، نريد تعليقات لأنه الوقت داهمنا وما فيش مجال للاستفسارات. تعليق للأستاذ العزيز شوقي، كيف للحوثي أن يدخل للحوار وهو ما زال إلى الآن لم يضع الأسلحة؟ تعليق هشام. هو ليس تعليق وإنما استفسار بسيط. استفسار فقط. بما أن الأستاذين العزيزين من أول مؤيدين للثورة، هل ستسعون، هذا طبعا السؤال نشي بس بلهجة بسيطة ليفهم الثائر الأمي الذي استشهد أباه أو أخاه أو أي قريب له، هل ستسعون إلى إقناع الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار على تحقيق بعض من أهداف الثورة؟ ما أن الثورة نحن نعرف ما هي أهدافها، محاربة الظلم والفساد بشكل عام. تعتقد أنه الحوار الوطني لن يلبي أهداف الثورة؟ أنا أرى أن من كثر التضاربات السياسية ضاعت أهداف الثورة بشكل، أن يبحث كل طرف عن كل طرف يبحث عن مصلحته ونسوا أن هناك ثورة سفك الدماء من أجلها وضحى أبناء اليمن من أجلها. بقى معي دقيقة واحدة أريد أن أوزعها بين الأستاذ. نص بنص. أنا باختصار شديد سؤال الحبيب الغالي يوجه لعبد الملك الحوثي، انه ضع السلاح يا عبد الملك الحوثي حتى ادخل الحوار. سؤال الاخ الحبيب الشاب الحبيب، انه لا يمكن ان نفرط بثوره ولا بدماء الشهداء. انا اريد ان اختم بعباره رسالتك. يا ايها اليمنيون، انتم اليوم على مفترق طرق، لا تربطوا اليمن بمصير شخص ولا اسره ولا حزب ولا طائفه. اليمن سفينتنا جميعا، عليها نحن نعيش ونحيا ونموت، وفيها مستقبل اجيالنا وابنائنا. ويوم ان لا سمح الله تقاد اليمن إلى متاهات لا تحمد عقباها سنخسر جميعنا، ولهذا فرصتنا تاريخية. يا سلام. أستاذ عبد العزيز. أتفق مثل ما قالها الأستاذ شوقي، كلام بالغ جدا. وأعتقد أنه من مصلحتنا جميعا أن يعني ندخل هذا الحوار وندخل برغبة صادقة وصادقين مع أنفسنا ومع البلد، بحيث أن احنا نوصل إلى نتائج مثمرة وننفذ هذا الاتفاق على أرض الواقع. بخصوص ما طرح ابني الكريم حول هشام حول أهداف الثورة، أهداف الثورة أهداف الثورة أهداف تجادل المصالح جدا وكثير، يعني حتى النظام السابق يعني كل الناس ترفع هذا الشعارات، لكن احنا نريد يعني أن تنفذ على أرض الواقع. دولة فيها نظام يسود على الجميع، فيها حقوق ومواطنة متساوية، فيها عدل للجميع، فيها مشاركة في الثروة والسلطة. هذه الأهداف التي خرجت من أجلها الجماهير اليمنية بالملايين إلى الساحات وقدموا أرواحهم من أجل تحقيق هذه الأهداف، كل الناس يؤمنوا بها. ما هو المهم هو أن يتم تحقيقها على أرض الواقع، ونتمنى أن يعني أن تنفذ على أرض الواقع وقريبا إن شاء الله. إذن هذه جملة العوامل اللي حاولنا أن احنا نلملمها في هذا اللقاء اللي من أجل إنجاح الحوار. أنا سعيد جدا أنه كان معي اليوم الأستاذ شوقي القاضي عضو مجلس النواب، وأشكره شكرا جزيلا، وسعيد أكثر أنه كان معنا أيضا الأستاذ عبد العزيز جباري عضو مجلس النواب، أشكره أيضا شكرا جزيلا، وسعيد أيضا بوجود رمزي وهشام من شباب الثورة ومن شباب اليمن بشكل عام، شكرا لكم أيضا. أتوجه بالشكر الجزيل لكل من شاهد هذه الحلقة وتابعنا، على أمل أن نلتقي معكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامج على طريق الحوار، من أجل حوار ناجح يخرج اليمن إلى بر الأمان. حتى وقت لاحق إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله، لكم منا كل الحب والتقدير، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.